نوري الشعري مع جمعية محمد الجاموسي للموسيقى والفنون. في إطار التعاون والشراكة الحاسمة بين جمعية محمد الجاموسي للموسيقى والفنون وجمعية نسل الثقافة الرقمية، قمنا بإنجاز موقع ويب يهتم بمئوية الفنان محمد الجاموسي، والتركيز خاصة على أبرز ما وقع في هذه الاحتفالات. التكوين الأوقاع والتربص الأوقاع هو اللي أفادنا بشكل بارز وكبير في التصل. الميديا هو اللي أفادنا، هو اللي أعطانا الفكرة على أساس أنه ننجز هذا الموقع. فكانت شراكة نتصور معناها فعلة، وإن شاء الله نطوروها من خلال التكوين اللي يحصل في مثل هذه اللقاءات، وخاصة التفاعل ما بين الجمعيات بعضها ببعض. وجمعية نشر الثقافة الرقمية هي اللي أفادتنا بأفكارها وبآرائها وبالإنجاز وبالتصميم. وغراتويتمون معناها؟ غراتويتمون. آه سي إكسيلون. سي بيان سا. نو مي سي فغي، أولا شراكة، وثانيا واحد يعين واحد. مجاني. واحد يعين واحد. وهي الفكرة الحقيقة في إطار ربما الخيطة، قلت علاش ما يقعش هالتجاوب والتبادل بين الخبرات جمعيات بعضها ببعض. هذه بادرة، مزيد ان شاء الله بالتعاون مع بقية الجمعيات الحاضرة في هذا اللقاء.